من بين الركام إلى خيمة مهترئة، إلى شوارع ممتلئة بالأطيان والأوحال، في حياة ليست قاسية فقط إنما خانقة. التعليق الصوتي هو مثل بصمة الأصبع، كل إنسان له بصمة وهذا هو خامة الصوت. فأنت كيف بتطور خامة الصوت من خلال الأداء الصوتي؟ عليك أن تعرف شو هي مخارج الحروف، شو هو أيضا التنفس، كيف تتنفس صح، شو التلوين، شو الوقفات. فهاي الأمور كلها بتساعدك في تحسين الخامة عندك، خصوصا موضوع النبرة واختيار النبرة. لكننا مستمرون بدعم العملية التعليمية كيفما قدر لنا ذلك، فيوم البناء قادم مهما طال. مبادرة مسارات، مبادرة نشر المعرفة عن بعد بين السوريين. وهيك نكون خلصنا معلومة اليوم.